موجز الثامنة صباحا من اون لايف، اهلا بكم. يلقي الرئيس الامريكي دونالد ترامب غدا بالعاصمة السعودية خطابا امام اكثر من 55 مسؤولا من دول عربية ومسلمة، يتركز في مواجهة الايديولوجيات المتشددة وتطلعاته نحو رؤية سلمية للاسلام. هذا ويتطلع قادة الدول العربية والمسلمة من جهتهم إلى إعادة إنعاش العلاقات مع واشنطن بعدما طغت عليها تبعات قرار ترامب المثير للجدل بمنع دخول رعايا 7 دول مسلمة إلى بلادي والاتهامات التي وجهت إليه على أثر هذا القرار بإذكاء الإسلاموفوبيا. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر قد غادروا واشنطن على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان متوجهين إلى العاصمة السعودية الرياض. ويقوم ترامب بجولة دبلوماسية حافلة تشمل 5 دول في 8 أيام تقود إلى السعودية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية والفاتيكان وبروكسل وصقلية، حيث سيشارك في قمة مجموعة السبعة. قال نائب وزير الداخلية الإيراني علي أصغر أحمدي قال إن المرشح الرئاسي المعتدل حسن روحاني يتقدم على منافسه المحافظ إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في وقت سابق من أمس الجمعة. وقال أحمدي إنه من أصل 25.9 مليون بطاقة تم فرزها حصل روحاني على 14.6 مليون ورئيسي على 10.1 ملايين، مشيرا إلى أن أكثر من 40 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم من أصل 56 مليون ناخب مسجل. مشاهدينا الكرام انتهت هذه الجولة، لقاؤنا على رأس الساعة.